يا ترى قصار فيك يا رب؟ لك ابني الله يرضى عليك انسى المبذور، يلعن الجائزة ويلعن الدرع وينعل التكريم، لك تخطك في الدنيا. لك ابني ابني عمرينا رياضيات والفيزياء والكيمياء، ارجع اشتغل شوفير بعد دوامك بالمدرسة وارتاح. بعدين مين هدول الصبايا المجعوصات اللي كانوا قاعدين جنبك؟ أكيد هن السبب. لك منيح اللي ما جبت معي بنت أختي نديمة، إيه والله كان طاع عقلة بهالشوفة. أنا ابني اللي بيقولوا عليه فهمان يطلع من العالم مسخرة؟ إيش دخل بنت أختك ليطاع عقلة؟ أصلاً ليش هي عندها عقل ليطاع؟ معلوم من شوفة هدول البنات اللي كانوا قاعدين جنبه. ليكون فتحتي اختك وبنت اختك بموضوع الخطبه، ترى الولد مو متحمل حاله. ها وبعدين 100 مره قال لك ما بده اياها، لك ما بتصير معه، لك ما بتناسبه. ايه احسن من البنات الصايعات اللي كانوا معه، اللي وحده عرقه نص والثانيه شده من دانه بشردها. انا كمان هدول ما بيصيروا معي ولا بناسبوني، حتى بنت اختك نديمه ما بتناسبنا. خلي الولد يصحى وبكره بنخطب له بنت ابن عمي عبد الحليم. يلعن ابو الرياضيات ويلعن ابو الفيزياء، لا بدي اخذ بنت اختك نديمه ولا بنت ابن عمك عبد الحليم. لكن بدك وحده من هدول اللي كانوا معك. عجبك هيك؟ شو ما بين؟ لا وطلع ما عنده تليفون بالبيت. طيب اتصلي معه على مدرسته. لك صار له يومين غايب من يوم الحفله، تصوري ومديره يوم الحفله مسجله غياب. قال ليش؟ لانه اسمه ما نزل بقامه المكرمين. طيب طلع عنوان نزلتي وخلينا نروح نزوره، حرام يمكن زعلان ومتاثر كثير. لك هلا كويس بحقنا نحن نروح لعنده. لك وشو فيها؟ بعدين الناس لبعضها. بتتذكري هداك اليوم يوم اللي انا تواصلت له وحليت له مشكله مدرسته؟ بس انتي كنتي حابه تتقربي منه، بلكي بيعجب فيكي وبيخطبك. ايه وليش الكذب؟ مزبوط، انا كان عاجبني الاستاذ راضي ولما تقربت منه عجبني اكثر، بس بعدين اكتشفت انه ولا شايفني ولا مستعبرني. يعني قصدي لك ايه؟ قصدي طاير عقله فيكي يا هبلة، مجنون فيكي. يعني هو يخلصينا بقى نائلة، يلا تاخرنا يلا. احكي لك كلمة يا راضي. طيب لا تحكي، هز براسك، ارمشني بعينيك. طيب ارفع اصبعتك، لك بس بدي اطمن امك وابوك عليك. شايف؟ شايف يا ابن زياتي؟ لك صار لك 3 ايام على الحال. لك العب يا ابو ولعب بشرب ولعبنا، بس اقعد هيك طلعوا فنجر لي بعيونه. لا الوضع ما هو طبيعي ابدا، صار لي ساعتين عم بحاول معه حتى عيونه ما رمش فيهم، لازم نجيب له دكتور فورا. انا رايح اشوف الدكتور محمد جعفر، هو اختصاصي بهيك حالات. يلا الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. نائلة شو يا عليا؟ خلينا نحسبها منيح. لك شو اللي بدك تحسبيها؟
لك هلا اذا اشترينا له ورد ورحنا زرناه في البيت ما رح يكبر راسه؟ لا ما رح يكبر راسه، رح يلاقيها قد الدنيا. بعدين ما تنسى انه رجال بمحنه ولازم نوقف جنبه. ايه يوقفوا جنبه النقابه ولجنه التكريم، اصلا مو هن السبب بحالته؟ ايه هدول اذا بوقفوا جنبه حبيبتي بجيبوا اخرته. بس انت هلا بس يشوفك بيرتاح. قلبي ما محسسني هيك، قلبي محسسني كانه هلا بده يطالع كل جنونه علينا. معقول يطالع جنونه علينا؟ لك ايه مو حكيت لك بهديك الحلقه شلون اجى لعنا على باب الفيلا وطالع كل غلاصته قدام ماما والبابا ولما علينا الجيران؟ ايه هذا بهديك الحلقه، هلا ما حيعيدها. لا لا ما بعرف، ما بحسه هيك بتكهرب مني وكل ما بشوفني بيجي الفكس. ايه دخيلك انت وفكساتك، تعي تعي انا اللي رح نقي لك الورد، تعي. يا لطيف يا لطيف لك شو يدي يا رجال تنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله يكون ورق مقاتة أو مسكون؟ لك أكيد مسكون أو مقاتة، لكن هذا فيه ياسين زكي، لك مو هيك بيقولوا عنه زكي؟ إيش هو؟ أكيد عرفه مسكون أو مقاتة، مشان هيك رح يجيبنا دكتور مجانين. أعوذ بالله أعوذ بالله، شوفي شوفي يا ستار يا ستار. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لك ابني الله يرضى عليك. تفضل. شكرا يا سلام. شكرا. اهلا وسهلا. شكرا. شبك نائلة؟ ما بعرف يا عليا ليش هيك عم بصير معي. طيب شو عم بيصير معي؟ عم بيزداد طربات قلبي وارتفعت حرارتي، شوفي راسي عم بروح يمين ويسار. مسكيني مسكيني. لا فعلا متوترة، بس قولي لي الأستاذ راضي بينحب ما هيك؟ يعني ما قصدي حب هيك عشق وغرام، قصدي يعني هيك حب انساني بنحب ما هيك؟ والله يا عليا خايفه كثير من شفته، كثير خايفه ما بعرف ليش. نائلة حاجتك دلال بقى، يلا مشي على السياره بلا ولا كلمه. ايه يلا الحقيني تعي معي. الدكاترة بهالوقت بتكون فترة راحتهم، يعني العيادات مسكرين، كونوا نايمين. لك مو هذا رفيقه الذكي بده يتصرف؟ وإذا ما لقى الدكتور؟ وإذا ما رجع ايش رح يتصرف؟ ها اجي بتريدي اجيبك شيخ ابو جنيد؟ لك بجوز هذا مسحور او كاتبينه شيء او شكله جني. وقف اجري على اجرك. ونزلكوا لحاله هون بالبيت؟ على ايش خايف عليه؟ ابي خوف بلد، كمان انا بدي اعدي على ام عيني يامو، خلي تفتح لي فال واشوفه من صابه بالعين. طيب روح البسي. يلا. يلا ابو رادي خلينا نعدي على ام عيني يامو بالاول. يلا يلا. لا انه انا اول مره بدي بزور مريض في بيته. معلش دكتور، هذا الاستاذ راضي ما هو مجنون، هذا حساس كثير، بقى انتبه لكلامك معه، هذا عالم وباحث واستاذ رياضيات. يعني زبوناتي انا ايش محسبون كلهم من هالمساطر والحكايات؟ لك ابوي ان شاء الله مفتكر المجانين اللي عندي سقاطيه وزعران وشنتر حفانه. هلا المهم دكتور ما بدي اياك تقول. خلص خلص خلص، لا ما اتنق لعمش قدك قرار، خليني اكتشف الحالة بنفسي. طيب طيب تفضل تفضل. يلا قدامي. يا ريت تعجل لك شوي يا شيخي. يلا ابو حميد عجل شوي. لكن شو؟ حالته متأذبة لهالدرجة؟ اي والله متأذبة كثير كثير، خف رجلك يا شيخي. قال ام عيني يا مو واقع عليه سحر وصايبته عيسر. يا حفيظ
راضي؟ هلا دقيقة بيفتحوا الباب. لك ايش دقيقة؟ لك جايبني على بيت مهجور؟ ايش مهجور ما مهجور يا دكتور؟ الجماعة جوا هلا دقيقتين بيفتحوا الباب. نعم؟ لك شايفني ريالتي شاطة يعني؟ إلا يعني بنطلوني ساحل إلا بارك على باب جامع الكبير وعطول عليه مدر يا أختي؟ ولك واضح تماما إنه البيت مهجور وخرابي. الله يكون بعون القطط اللي ساكنة فيه. اين قطط يا دكتور؟ اين قطط؟ استاذ راضي جوا بالبيت. طب ليش ما عم بفتح؟ لحظة، هاي سيارة الدكتور محمد جعفر. خالتي فهمين القصة على مزبوطة. لك هذا رفيقه لياسين رفيقه يا دكتور محمد. دايتين بيفتحوا. لا مستر ياسين اكيد هذا الدكتور. هذا الدكتور. يلا 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 دخيلك يا شيخي. أبو سيدك شوف حالته. طلع لك منو هذا أستاذ؟ منو هذا النجم؟ طول بالك يا دكتور، هذا جارون جارون. أنت بس فحصه وشوف حالته. تفضل دكتور تفضل. من تمه ولا من كمه؟ يلا خانوم تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي خانوم. يعني عجبك هيك؟ ايش هالبهدله؟ صرنا ساعه ونص بالحاره وما حدا عم بيعرف بيته. لك طولي بالك يا إله. خلص ما بقى الا نوصل. هاي الزلمه عطانا اوصافه للاستاذ راضي. يلا خانوم وصلنا على بيت الاستاذ راضي. هذا هو. ايه يعطيك العافيه. يلا يا ابو راضي. نعم. ترى قلت له كل شيء بيرجعه لصوابه ما كان يتجاوب. هذا شغلته كثير كثير. بده هيك شيء جلسه وشويه بخور وجمعه لملوك الجان. ايه وبيرجع له عقله؟ ولو يا ابو راضي انا بكفل لك اياه يرجع مثل ما كان واحسن. بس هي بتكلف شوي. يا سيدي صاحبك بده جلسات كهربائية وأشعة فوق البنفسجية، بس هو ما خد يصحى. بس عندي بالعيادة في أجهزة بتصحي وبتصحي اللي خلفه. يلا 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 يلا. مرحبا خالي. أهلين لعمل. هاي أنتو؟ خالي هون الأستاذ راضي جايين نزوره. إيه جايين نزوره. إيه تفضلوا ادخلوا. إيه شكرا. مرحبا انسانة إلا. مساء الخير استاذ راضي. انا اسف انه انا ما مريت عندك بهاليومين. شفنا لك فقدي. كنت حابب هيك ابرك لحالي واسترخي. تفضلي تفضلي. اهلين يا سعادتك. اهلين بابا. اهلين بابا. مرحبا يا ياسين. شلونك؟ مرحبا يا اهلين. مرحبا ابو حميد. اهلين يا ابني. اهلين. مرحبا يا اخ. انا وين شايفك؟ ايه ذكرتك ذكرتك. تفضلي تفضلي. سلام قولا من رب العالمين. انا لو الي خبر انه انت بدك تجي لعنا كنت فرشت الطريق من اول الحاره لهون. ورد، فل، ياسمين،
بنفسج، بابونج، كركديه. Yeah.